خلاص ثانوية عامة ودخلت صحافة آداب صحافة. أيوة آداب إعلام قسم صحافة. مظبوط. ما دخلتش بقى حاجة رياضة ليه؟ طيب. أنا لما خلصت أنا كنت في ثانوية عامة وطلعت نتيجة التنسيق كنت جايب تقريبا 84% حاجة كده على نتيجة السنتين. بابا مصر أبويا مصر إنه مفيش حاجة اسمها يا ابني آداب إعلام. إيه الاختراعات يا ابني اللي أنتوا بتقولوها دي؟ إحنا نعرف آداب لوحدها، يا آداب فلسفة، يا آداب تاريخ، يا آداب تربية، يا آداب أي حاجة من يا تربية مش عارفة كذا، يا كذا كذا كذا. يا إما تجارة. ده أعظم حاجة في حياتي. ده والدك. أعظم حاجة في حياتي. ربنا يخليه لك. ربنا يخليه لي يا رب. احكي لي عن والدك شويه يا برين. ابويا هو اللي بقي لي بعد وفاة امي الله يرحمها. انت شكلك متعلق بيه جدا. ابويا انا بشوف في نفسي كل حاجه في ابويا. ابويا من الناس المعتده جدا بنفسها. انا ما شفتوش طاطا لحد قبل كده، ما شفتوش اتكسر لحد قبل كده. اكتر حاجه بتخليني دايما فخور بيه ابويا عمره ما شافني قدامه على الشاشه، لانه انا والدي كان مهندس تبريد وتكييف في سنه من السنين في مطلع التسعينات اصيب بانفصال في الشبكيه في عينيه. جرينا على كل الدكاتره، عملنا كل العمليات اللي ممكن تتعمل في الدنيا، فشلنا. قضاء ربنا انه العين التانية يحصل فيها حاجة اسمها ضمور في العصب البصري، وده قلما يحدث. لك ان تتخيلي مثلا ان والدي من 95 لحد النهاردة 2019 وهو مش بيشوف. عمره ما اشتكى، عمره ما رفع ايده وقال يا رب انت عملت فيا كده ليه. عمري انا ما حسيت قدام ان انا قدام اب قدراته ضعيفه او عاجزه. اي ولد في الدنيا اتربى انه لما ابوه يبقى عايز يضربه هو بيجري يلف. انا كنت باجي اقف قدام رجلي الاثنين عشان يعرف يضربه. انا وناس بنسقف لوالدك لانه القوه دي قوه من جوه. ما تصدقش الناس اللي بتاخد قوتها لا من منصب ولا من لبس ولا من حواس، القوه من جوه. وانت ليك اب قوي زرعك فيك القوه. اللي يشوف ابراهيم فايق، انت دلوقتي فسرت لي، شوف ابراهيم فايق وهو في البرنامج واكيد دخل في ازمات كتيره. الاعلام الرياضي عندنا الحقيقه ما هوش اسلس حاجه في العالم. دخل في خناقات، في صراعات. لا قادر اشوف انت قوتك دي جايبه منين. رباني صح، وهو فهمني حاجه من غير ما يقولها لي للامانه. هو عمره ما قال لي خد بالك ما تهتمش بالبشر، هو عمره ما قال لي كده. بس انا شايفه هو ما بيهتمش بالبشر. ابويا زاهد جدا في الدنيا، زاهد بطبيعه الحال. يعني ربنا كويس جدا جدا، صرف علينا كويس جدا جدا. كل حاجه احنا كنا عايزينها انا الحمد لله انا واخواتي طالعين مش محرومين من حاجه، ملناش نفس في حاجه. الدنيا كلها احنا عارفين نقيس الدنيا. يعني عارفه في ناس بتتصدم بالواقع او بكده. انا فاهم الدنيا من وانا صغير، شفتها في عين ابويا. يعني شفتها في اللي حصل لابويا، شفتها قد ايه كانت الناس بتتودد لنا، وقد ايه الناس كانت قريبه مننا، وقد ايه بيتنا ده كان بيبقى مفتوح، وقد ايه كانت الناس بتروح وتيجي، وقد ايه بعد ما حصلت له المشكله ديت شفنا الناس بوشوشها الحقيقيه. وانا عندي مشاكل مع الناس دي لحد النهارده نفسيه. انا بشوف ناس بعينها من الناس اللي حوالينا. يمكن لما ابراهيم بقى دلوقتي معروف فبدات ترجع تاني تحاول ان هي تبقى موجوده في وسط المكان ده، وسط العيله دي. انا ما بنساش ده، رغم ان هو متسامح جدا لاقصى درجه ويكاد يكون نسي اللي اتعامل معاه. انا ما بعرفش انسى ده لاني
اكتر حاجه بتوجعني هو ابويا وامي. والدك اسمه ايه ابراهيم؟ ابويا مركب، اسمه مركب، محمد فايق. انا لما جيت لك في الاول كنت بحيي ابراهيم فايق، لا انا بحيي والدك محمد فايق. لا هو والدك يستحق التحيه. انت النهارده حكيت لنا كذا حاجه على البال ولا على الخاطر. ما خليني اقول لحضرتك بقى. فالمهم انا بقى بابا، بس خليني بس يعني في هذه اللحظه المهمه خليني اشكر كابتن رضا عبد العالي اللي هو خلانا نجيب ابراهيم مش عشان الرهاب، عشان يحكي حكايات محترمه. كمل يا ابراهيم. فخلصت بس الثانويه العامه، جبت 84%. هو بقى يعني لا يا حبيبي مفيش حاجه تجاره. يا بابا ما انت عندك واحد تجاره، هو انت هتحوشنا يعني التجاره هتعمل بينا ايه؟ ما مصطفى اخويا الكبير تجاره، وانا هبقى تجاره ليه؟ سيبني طب اعمل اي حاجه تاني. فقال لي خلاص انت نجحت؟ قلت له اه. قال لي يا سيدي ماشي، انت مكافئتك 100 جنيه. قلت له ماشي. 100 جنيه دي هعمل بيها ايه؟ 100 جنيه دي هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها تحويل. انا رحت خلاص قدمت في اداب، فانا بروح في اداب قالوا لي خد بالك اداب بيبقى ليها تنسيق داخلي، قالوا لي خد بالك انت مجموع اللغات عندك بعافيه شويه، فاحتمال كبير ما تلحقش. فقلت لهم يبقى زي ما بابا ما قال تجاره خارجيه جامعه حلوان. كنت واخد ال 100 جنيه عامل بيها جواب تحويل ورحت محاول فعلا كليه تجاره خارجيه. قعدت فيها شهر لحد ما التنسيق الداخلي بتاع اداب اعلام طلع، فالكليه واخده 218 واحد. ابراهيم محمد فاي ابراهيم بدر رقم 218 اخر واحد. ايوه بس دخلت اخر بني ادم.